مرحبا، صباح النور للجميع. بالفعل حج الغريبة في تونس هو أحدى أكبر تظاهرات صباح الأنوار، أكبر تظاهرات الدينية والسياحية في المنطقة. انطلق منذ الأسبوع الفارط وما زال متواصل، حيث يأتي كامل اليهود التونسيين وحتى غير التونسيين من كافة أنحاء العالم لزيارة أقدم معابد إفريقيا، أقدم معبد يهودي إفريقي يتواجد في جزيرة جربة التونسية. وهناك توقعات بزيادة بنسبة 40% في عدد الزائرين لهذه السنة، وهو يعتبر أحد أبرز مظاهر نجاح الموسم السياحي التونسي، وتتجهز له الدولة والسلطات التونسية وخاصة وزارة السياحة بعديد التظاهرات والأنشطة الثقافية والترفيهية. وكذلك تقوم السلطات الأمنية بتأمين الجزيرة وكامل زوار تونس كما ينبغي على امتداد الأيام، وهو رمز من أكبر رموز التعايش السلمي ما بين مختلف الديانات في تونس ورسالة حب وسلام إلى العالم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.